بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الحديث الثاني: من يضاعف لهم الأجر مرتين. الله، ودي بركة من بركات العلم، بركة من بركات العلم، إنك تعمل قليل وتأخذ أجر عظيم وثواب جليل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. اسمع بقى عشان تعرف إزاي إنك أنت تضاعف الأجر بتاعك. ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. الحديث ده يا جماعة متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله، وفي مسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. وهذا الحديث له علاقة بما كنت أتكلم فيه قبل قليل. نأخذ الأول معنى الكلمات: ثلاثة لهم أجران. في ناس ممكن أجرها يتضاعف، منها هؤلاء الثلاث: رجل من أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، لأن دول أهل الكتاب. احنا عندنا ملة ونحلة، الملة قانون سماوي، كتاب سماوي، النحلة كتاب أرضي، قانون أرضي، البوذية، الهندوسية، السيخ، دول قوانين أرضية بسماها نحلة، انتحلوها شوية حاجات عملناها دين. أما اليهود والنصارى دول أهل كتاب، والكتاب اسم جنس، يعني يراد به على حسب مكانه في الجملة، فهنا المقصود به التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، ده اسمه أهل كتاب. اليهود معهم التوراة والنصارى معهم الإنجيل. يبقى راجل كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل كتاب، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني صدق نبيه وصدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، صدق بنبيه، آمن بنبيه يعني صدق بالنبي المراد موسى أو عيسى، وآمن بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هو كان على دين وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فآمنه، له أجران. والعبد المملوك لا يملك نفسه، رقيق، ورق ده صفة حكمية تقوم بالإنسان سببها الكفر، إذا أدى حق الله وحق مواليه، حق الله ما أوجب عليه من فرائض الصلاة والصوم وغيرها، وحق مواليه من يقوم بخدمتهم بالمعروف، فله أجران. ورجل كانت له أمة مملوك أدبها، يعني علمها الأحكام الشرعية، علمها ما يجب عليها تعلمه من الأحكام الشرعية، وصل إكرام بها إلى أن أعتقها فتزوجها فله أجران. حديث يا جماعة يبين أن الله تبارك وتعالى أعد للصابرين على طاعته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فجعل أجرهم بغير حساب، وخصهم بدخول الملائكة في الجنة عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وخص أقواما منهم بمزيد الفضل فجعل أجرهم مرتين. ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث، وهم الكتابي الذي آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد الذي أدى حقوق الله وحقوق مواليه، والسيد الذي أدب أمته وعلمها فأحسن تأديبها وتعليمها ثم تزوجها. إنما يستحق هؤلاء التكريم
لقوة صبرهم وجلدهم. فأما الأول فلصبره على الإسلام الخالص ومغالبة الهوى والشهوة واستقامة على دين الله في الدنيا والآخرة. هي دي اللي أنا بقول لك وجه الشبه. أنت كنت على أفكار، كنت على معتقدات، وتعلمت الدين، يبقى ننتقل مش شوية كده وشوية كده، لا أغير. ولذلك يأجرك الله عما مضى لأنك غيرت. في قول الله تبارك وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان بيسرق وكان بيزني وكان بيعتدي، ثم تاب وترك وأقلع وانتهى وغير وارتقى. ارتقي، فاللي فات تاخد أجره كامل. سبحان الله. يعني واحد كان يأتي بعبادة معينة ثم ظهر له خطأه في هذه العبادة فغير. يعني مثلا أضرب لك مثال جه في بالي الآن، واحد بيطلع زكاة الفطر مال، بيخرج زكاة الفطر مالا، ثم ويظن أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الصح، ثم لما تعلم العلم الشرعي علم أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يكمل على ما هو عليه ولا يصلح؟ يصلح، فيؤجر فيما هو آت ويخفى له ما قد مضى. أما لو استمر لا يؤجر على ما هو آت ولا على ما مضى. يعني اللي في الماضي ده تغيره بالتصحيح. ولذلك الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير فيها الماضي التوبة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما ينفعش تيجي بنفس أفكارك، بنفس معتقداتك، بنفس أسلوبك، بنفس أخلاقك، ما استفدتش. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. احنا بنعلمك العقيدة عشان يصح معتقدك في الله وبقية أركان الإيمان الستة. فتصحح معتقدك في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صحح إسلامك، صحح معاملاتك، صحح عباداتك، صحح أخلاقك، فتؤجر عما مضى وعما آت لأن غيرت وصححت. لو أصبت تفضل على ما أنت فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جماعة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إيه؟ فقهوا، تعلم الدين فصحح وغير. ممكن أقسو عليك أحيانا قسى ليزدجروا، ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، عشان نطلع مؤمن كامل الإيمان، صادق، يقين جازم، يصلح لأمور الدنيا وأمور الآخرة. وأما الثاني فلما يجده من مضض الجمع بين طاعة سيده وطاعة ربه. مش عايز يخالف مولاه ومش عايز يخالف ربنا، فبيجاهد ليجمع بين الاثنين، فعشان كده يضاعف أجره. يعني انت عايز تخرج تخرج، لكن العبد عايز يخرج لازم ايه؟ يستأذن من سيده، وإلا لا. يعني كان عقد. وأما الثالث فلما يجده من مشقة مغالبة الهوى في ترك الكبر والتزام التواضع بلزوم الإحسان على من لا منة له عليه. بعد دلوقتي مش كده يقول له ايه؟ تخيل بقى لو الراجل ده ما عندوش أخلاق، يقول لا انت ما بتتلمش ليه؟ ده انت كنت جري عندي. فتلاقي واحد قليل الإيمان قليل الأخلاق يقول لك ده نلمك من الشوارع، انت مش عارفة انت اتزوجت مين، ده انت ما كنتش تطولي اللي انت فيه. وسلام بقى لو جاب لها حاجة ولا جاب له العيل حاجة، انا بتعب لكم وبشقلكم وبجيب لكم وبحط لكم وبودي لكم وبنزل. يعني ما تقعد بقى، هي قصة كل يوم انت ولا حتى مرة. خلينا نشوف عطائك بدون ما تذكر بدون ما تثني. فتجد واحد ايه شايف خطأ، فالكبر قد يدفعه لايه؟ زي مثلا كده تلاقي مثلا هو انت مدرس وبقالك 30 40 سنة بتدي نفس المادة، ما تعرفش اللي هي، فالمادة بالنسبة لك ايه؟ محفوظة. فهي انا اول مرة اسمع الكلام، انا ما اعرفش يعني ايه الاثنين في ثلاثة،
معرفش فيه ولا على ولا زائد ولا ناقص معرفش. فتلاقي مرة مرتين وبعدين يبدأ ايه انت كذا انت كذا انت كذا. يا اخي اصبر علي ما اتعلم. حديث جميل ومهم ويدخل في مناحي كثيرة جدا في الحياة. لزوم التواضع بلزوم الإحسان على من لا منة له عليه. يا سلام. ويجد مشقة في مغالبة الهوى في ترك الكبر. فانتبه وخلي بالك. غير أن هذا الحديث لا يدل على قصر هذا التكريم على هؤلاء، بل يمكن أن يكون مضطردا في حق كل من أحسن في معنيين من أفعال البر كما قال الإمام القرطبي والله أعلم. ده أنا بقول لك خد الأجر أضعاف مضاعفة واجمع النوايا الطيبة واحرص على إنك ترتقي إلى المعالي. فهذا الحديث يرشدنا إلى أمور عظيمة جدا، ففيه حث للناس على العناية بمن جعلهم الله تحت أيديهم تعليما وتربية. أحسن إلى الناس وخصوصا من هو قريب منك والخطأ منه متوقع. يعني أنت تزوجت امرأة تصبر عليها حتى تنطبع بطباعك وتتخلق بأخلاقك. أنجبت ذرية علمهم واصبر عليهم حتى يكونوا مثلك فيما تحب وترضى، تأخذ أجر. تعلم الناس الدين هو يعمل لك مثل أجورهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أجر الأمة. تخيل كمية الحسنات اللي بتصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم على مدار اللحظة من كل مكان. فأنت تعلم الناس الخير، والتعليم ليس نظريا فقط بل الجانب العملي أهم. تعلموا الصلاة وتخليه يصلي وتخليه يخشع ويطمئن ويقبل. مهم جدا انك تبقى قدوة حسنة صالحة له تعليما وتربية. وان من احسن في معنيين من اي فعل كان من افعال البر كان له اجران. واحد بيتخلق بالاخلاق الحسنة وفي نفس الوقت الناس عينها عليه فيقول أنا أجتهد ألا يرى الناس مني شرا ولا خطأ. يعني كده منظر من ضمن المناظر، مثلا في إيدك عمل والصلاة جت، فالناس لما تراك وانت تبقى حريص إن الناس تشوفك ليس عملا لهم ولكن لتكون لهم قدوة حسنة إلى أن يأتوا إلى الصلاة. يلا عم الحاج بسم الله توكلنا على الله، يلا نروح نصلي، شغل ان شاء الله مش هيخلص وربنا هيبارك وكذا. فياتي فيصلي لك ايه اجره. حتى لو لم تتكلم فلما يراك تذهب الى المسجد فيذهب مثلك لك اجر. لما يراك تجلس في جلسة الفجر فيجلس مثلك او تبقى سبب انك تجيبه لك اجر. لما تنبه انسان الى خطأ فينتهي لك اجر. لما زوجتك ومن تعول من النساء يلزمنا اللباس الشرعي ويبقى لك هدف وأجر أن يلتزم النساء بالزي الشرعي لك أجر. وهكذا. وفي بيان أن ما أعده الله للصابرين على طاعته أجر عظيم جدا يضاعف لأنه كريم. وأخيرا صحة زواج السيد من معتقته أعتقها وتزوجها. هذه جوانب خير تحرص عليها وعلى مثلها. ثم ننتقل للحديث الثالث من تجاب دعوتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.